السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اونلاين بي دي اف تولز، كل الادوات اللي انت بتحب تستخدمها في البي دي اف ان شاء الله هتلاقي هنا. من اول التحرير، ان انت عايز تزود تكست او تزود ايمج او تزود الامضة بتاعتك او تزود اشكال او تعدل فيهم، او ان انت تعمل كروب للبي دي اف وتقطع جزء منه او تلغي بعض الصفحات او تعمل ترجمة للبي دي اف كله او تعمل او سي ار اوبتيكال كاركتر ريكوجنايز، حس ان هو يفهم الصورة اللي موجودة لو في هاي تكست يقدر ان هو ياخده. ممكن يعمل لك يحولك لسكان او يحولك السكان لبي دي اف، يعمل لك ميرج لاكتر من ملف يدمجهم مع بعض. ممكن يخرج لك الصفحات والصور من قلب البي دي اف، ممكن يقسمه لك، ممكن يضغط لك ملف البي دي اف، ممكن يحوله لك لصور او العكس، يعمل لك روتيت للبي دي اف، يحط يخليك تحط نوتيت، يعني تقدر تعمل هايلايت وتكست في قلب الملف. كل الامكانيات دي موجوده في ملف واحد، فمش محتاج ان انت تسطب برنامج متخصص في البي دي اف. يقدر يحوله لك الاي بي يو بي او العكس، يحول لك الاي بي يو بي لبي دي اف او اي امتداد اخر انت عايزه. فكل الحاجات المتعلقه بالبي دي اف من غير ما تسطب اي حاجه تلاقيها موجوده. وفي ادوات تانية موجودة برضو لو انت عايز يعمل لك باراجراف او يساعدك في الكتابة او يساعدك في كتابة الايميل او صور، تمام. واللي انا عرفته ان مصمم الموقع ده عربي او مصري بالتحديد، يعني دي تولز كتيرة موجودة، تمام. فالموقع ده خليها معاك على طول، بحيث اول ما تحصل اي حاجة تروح له، مش محتاج ان انت تسطب اي برنامج خالص. ممكن تعتمد على الموقع ده باي حاجه خاصه بالادوات بتاعت البي دي اف. ولو جيت هنا هتلاقي اللغه العربيه